نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر دبلوماسية غربية أن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا توصلتا إلى اتفاق بخصوص إقامة منطقة آمنة في الشمال السوري. وبحسب الصحيفة فإن بعض النقاط لا تزال عالقة بين الجانبين، أهمها إصرار واشنطن على إقامة حظر جوي وحماية حلفائها في قوات سوريا الديمقراطية بالمنطقة. يجري الحديث مؤخرا أن واشنطن وأنقرة توصلتا إلى تفاهم بشأن عدد من المبادئ المتعلقة بإقامة ما تسمى منطقة أمنية شمال شرق سوريا بعد الانسحاب الأمريكي، مع تمسك واشنطن بقاعدة التنف للحد من نفوذ إيران. صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن مصادر دبلوماسية غربية لم تسمها أن نقاط الاتفاق تضمنت اعتماد اسم المنطقة الأمنية حماية لما تسميه أنقرة الأمن القومي التركي وليس المنطقة العازلة، وأن يكون عمقها 20 ميلا، أي نحو 32 كيلومترا. وبحسب الشرق الأوسط تكون هذه المنطقة خالية من القواعد العسكرية الأمريكية، ويتم نزع السلاح الثقيل من وحدات حماية الشعب المتواجدة في المنطقة. كما تريد أنقرة إخراج 7000 عنصر من الوحدات الشعبية إلى خارج المنطقة، على أن يحل محلهم مقاتلون من البيشمركة من كردستان العراق وعرب بدعم رئيس تيار الغد أحمد الجربة. الصحيفة أضافت أنه لا تزال هناك نقاط عالقة بين الجانبين التركي والأمريكي حول الحظر الجوي والتوغل التركي، في ظل إصرار الولايات المتحدة على حماية حلفائها الكرد الذين حاربوا الإرهاب بدعم من التحالف الدولي وطردوا داعش من المنطقة. وبحسب الصحيفة فإنه من المقرر أن تحسم هذه الخلافات في اجتماعات اللجنة الأمريكية التركية في واشنطن يوم الثلاثاء قبل لقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والتركي مولود شاويش أغلو على هامش المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش في اليوم اللاحق. وكانت تسريبات إعلامية كشفت عنها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مؤخرا أفادت بأن واشنطن طلبت من دول أوروبية المساهمة في دعم هذه المنطقة، الأمر الذي بحثه المبعوث الأمريكي جيمس جيفري في باريس قبل يومين، فيما طلبت دول أوروبية توضيحات حول الموقف النهائي لواشنطن. من جهة أخرى عرضت موسكو مؤخرا على الولايات المتحدة إزالة قاعدتها العسكرية في مدينة التنف السورية وفرض سيطرة مشتركة هناك، لكن الولايات المتحدة لم تستجب للطلب الروسي. جاء ذلك في الوقت الذي رفض فيه مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون سحب قوات بلاده من القاعدة التي تكتسب بالنسبة لبلاده أهمية كبرى لمنع إيران من التغلغل في المنطقة. أستاذ كدار، لو بلش سؤال هذا المحور من عند حضرتك، يعني منطقة آمنة، منطقة عازلة، اتفاقية أضنة، مواضيع كثيرة تحت مسمى متعدد لموضوع واحد وهو دعنا نقول منطقة آمنة هنا كما ذكرها الرئيس الأمريكي. برأيكم في ظل كل هذه المطالب وكل هذه الإشارات وكل هذا الحديث والآن تصريحات إعلامية أو تقارير إعلامية حول هذا الموضوع، كيف قرأت كل ما يجري في هذه الجزئية أستاذ كدار بيري؟ يعني دعنا لا نختلف على الاسم، ليسموها ما يشاء منطقة عازلة أو كما يريد التركي منطقة أمنية، وكأن أمن تركيا كان قد تعرض للخطر. يعني هل لقناتكم أو أي قنوات أخرى، حتى القنوات التي تعمل بأمرة تركيا، أن تحدد أن كان هناك طلقة واحدة من طرف سوريا باتجاه تركيا؟ لا يوجد. فإذا كل ادعاءاتهم كاذبة. أما موضوع يعني اتفاق أضنة أو الاتفاق السوري التركي الذي كان سابقا، أعتقد التركي من خرق هذا الاتفاق، وهذا الاتفاق أصبح باطلا وغير موجود، لأن التركي من قام بخرق هذا الاتفاق بإدخال آلاف العشرات الآلاف من الإرهابيين إلى سوريا، وهي التي احتلت أجزاء هامة من سوريا، سواء كان في منطقة الباب وجرابلس وعزاز و إدلب وآخرها عفرين. يعني هذه الاتفاقية أصبحت باطلة أيضا لأن التركي من قام بخرقها. لكن موضوع المنطقة الآمنة، أعود وأكرر نقطة جدا مهمة، نحن نبحث عن منطقة آمنة خوفا من التركي، فكيف ستكون هذه المنطقة الآمنة بأمرة التركي؟ إن كانت تركيا تبحث عن أمان، فأراضي تركيا شاسعة وواسعة، فهي محتلة لكثير من البلدان ومنها أرض كردستان هناك، فليقم المنطقة العازلة في تلك المنطقة. يعني التركي بهذه خرج خالي الوفاق، لا الأمريكي وافق له على ما يريد،
ولا حتى الروسي عندما كان أردوغان بزيارة لبوتين الذي طلب منه أن يذهب ويفعل اتفاقية أضنة مع الحكومة السورية ومع النظام السوري. مع العلم نعلم تماما بأن بوتين بإمكانه أن يرسل بطرقه الخاصة أن اتفقوا مع تركيا حول هذه النقاط. أما موضوع بيشمركة روج أو قوات الجربة، يعني ماذا لدى الجربة قوات؟ ما أعلمه لديه 47 مقاتلا من أقربائه القريبين جدا منه، 47 شخص. هل سيكون بإمكانهم يعني تغطية تواجد القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية؟ أجزم بأن الحل الطبيعي يكون بأن تبقى قوات سوريا الديمقراطية هناك. ربما يتم إرضاء التركي لأن هذه دولة ولأمريكا مصالح معها ولروسيا مصالح معها، لا ننكر هذا الأمر، يتم إرضاء التركي بطريقة ما، لكن الأمن القومي التركي يكون حله داخل تركيا وعبر إمرالي مع القائد عبد الله أوجلان بالحوار بالسلام، أن يكون وقتها يكون لتركيا أمن قومي ويكون هناك ازدهار للاقتصاد التركي، لا اقتصاد بمجرد تصريح او كتابه يعني تويتر من السيد ترامب. انهارت الليله التركيه 3 أضعاف ويهددها بالكلمه فقط فتنهار اي دوله هذه واي اقتصاد هش. ان كانوا يريدون تركيا قويه اقتصاديا امنه، عليهم حل القضيه الكرديه داخل تركيا وعبر قاده الكرد هناك. هناك القائد عبد الله اوجلان، هناك حزب الشعوب الديمقراطيه، وهم قبل الان كانوا يتفاوضون مع قياده حزب العمال الكردستاني، هم يعرفون الطريق وعليهم العوده الى هناك. والا يعني حتى داخليا اردوغان سينهار ولن يكون له اي مستقبل سياسي. استاذ بشار، فيما يتعلق بما ذكرناه في التقرير والتقارير الإعلامية الأخرى، هنا برأيكم هل بالفعل هناك اتفاق مبدئي تم بين أنقرة وواشنطن فيما يتعلق بالنقاط العالقة حول إقامة منطقة آمنة على الأراضي السورية؟ وبدي أنطلق من ما قاله الضيف الكريم مسألة التسمية. مجرد الحديث كان في البداية عن، إذا تذكر من مشاركات سابقة في برنامجكم، كان في حديث انه في توغل تركي وشيك، وتصريحات اردوغان توحي وكان الدبابات والطائرات تكاد ان تنفذ عمليه لاقامه منطقه طلعت لا عازله ولا امنه. حتى مصطلح امنيه هو في انهيار للمشروع التركي من اساسه، ولا بل ومجرد حديث اردوغان واشارته إلى اتفاق أضنة، أنا من الناس الذي سعدت جدا في هذا التصريح، لأنه هو مؤشر أنه يقول يستغيث بالدولة السورية، هو يستغيث في اتفاق تم مع الدولة السورية، بمعنى الطرف السياسي العسكري هو يقول أنا أثق في القوات النظامية السورية. هذا يعني أن شيئا ما يجب أن يحدث فيما يتعلق في منطقة إدلب، شيئا ما يجب أن يحدث فيما يتعلق بدعمه لتنظيمات مسلحة تصطف تارة مع النصرة وتارة ضد النصرة، ولكنها تمس بالأمن وتقوم بممارسة الإرهاب على أراضي شمال سوريا وبعيدا وبمنأى عن الشماعة الكردية. تذكر أن عندما زار الرئيس أردوغان موسكو والتقى بنظيره الروسي، تذكر مدى حرصه خلال المؤتمر الصحفي بالإشارة صديقي العزيز بوتين، والمبالغة والإفراط في التعبير عن وثوقية العلاقات الروسية التركية، ولكن كان العنوان الأكبر هو ما يجري في إدلب وأن علينا أن نواجه الإرهاب ولن نسمح بالإرهاب في إدلب. السيارة كانت مكرسة في الأساس للحصول على ضوء روسي أخضر لإقامة تلك المنطقة التي أراد أردوغان أن تكون عازلة. فهو إذن في المحصلة لم يحصل لا على ضوء أخضر روسي ولا أمريكي وبشكل مؤثر جدا ولا عربي. إذن ليس أمام أردوغان إلا أن يتعامل مع خصمين لدودين له، الدولة السورية من جهة، وكما أشار الضيف الكريم أن تتعامل مع المسألة أو المشكلة الكردية كما يراها داخليا، لأن الحل هو في داخل الأراضي التركية
وليس في الجوار السوري أو الجوار العراقي. آن الأوان للسيد أردوغان أن يفهم الرسالة جيدا. الروسي والأمريكي لن يسمح إطلاقا بأن يمس المكون الكردي أو الإثني في شمال سوريا، هذا خط أحمر. إذا المنطقة نعم ستكون أمنية، ومن باب أولى لا يعقل أن تسلم الحماية لهذه المنطقة على طرف يتوعد طرفا آخر بالتوغل والعمليات العسكرية. يعني وكأنه يطلب بتسليم الخراف للذئب أستاذ بشار. وهذا يعني لن يحصل أبدا. تمام أستاذ كدار، يعني في نفس السياق والنقاط التي أشار وسلط عليها الضوء الأستاذ بشار، كيف يفسر تحركات تركيا تارة مطالبة باتفاق أضنة، بالعودة إلى اتفاق أضنة، وتارة بموضوع مقترح المنطقة الآمنة أو كما تسميها هي المنطقة الأمنية أستاذ كدار؟ هل هو تخبط؟ هل هي دراية من تركيا بأنها ستخرج في نهاية المطاف صفر اليدين من الملف السوري برمته أستاذ كدار؟ يعني أنت قرأت ما كتبته بعجالة هنا كملاحظة كي أقوله. لكن أشكر الأستاذ بشار جرار بتذكيره وتذكيرنا جميعا بالمواقف الدول العربية، ودعني أحيي بقوة موقف الإمارات العربية المتحدة عبر سياسيها وحكومتها على موقفهم الواضح والصريح بالوقوف بوجه الاحتلال التركي وأطماعه في المنطقة العربية، كما وقوفهم أيضا في ومساندتهم لإخوانهم اليمنيين في اليمن. تركيا يا سيدي ليس فقط تتخبص في سياساتها، تركيا فشلا ذريعا في الملف السوري، وهي لا تعرف كيف تخرج من هذا. عندما كنا نتحدث سابقا عن مستنقع في سوريا تركيا دخلته لن تخرج منه سالما، وكان البعض يعيب علينا كيف تتحدثون عن سوريا كمستنقع. نحن أبناء هذه المنطقة، نحن أجبرنا على أن نواجه الإرهابيين الذين أدخلتهم تركيا، نحن دافعنا عن أنفسنا. لكن من الخارج من يتدخل في هذا الملف وبالفعل الشنيع الذي فعله التركي لن يخرج سليما من هذا المستنقع تماما. لكن تركيا لديها، وما فهمناه من يعني مراقبتنا الدقيقة للسياسة التركية وإعلامها وعبر وكالة الأناضول، دائما هم يصرحون بما يريدون. يعني مثلا قبل أن يذهب أردوغان إلى روسيا يقول اتفق الجانبان على أن يكون المنطقة تحت سيطرة تركيا، وكذلك الأمر مع الأمريكان في حال اتصال هاتفي، يعني يكون مدة الاتصال 20 دقيقة، ونجد التصريحات التركية قد تجاوزت الساعتين من الحوار والكلام الدقيق بما يقولون. هم يحاولون أن يبثوا للعالم ما يرغبون به، ما يتمنون أن يحصل، ولكن عندما يجدون من الطرف الآخر جوابا أو من الأطراف المعنية على الأرض كما في سوريا الآن، عندما يجدون موقفا من الحكومة السورية أو من قوات سوريا الديمقراطية رافضة للمنطقة الآمنة، يبدأ التراجع الموقف التركي. فتركيا في المنطقة في البدايات كانت تقول وكأن يعني بدنا سنتصل بأهالينا أن الدرب التركي دخل وهو مسيطر على المنطقة، من كثر ما بثوا دعايات والطابور الخامس بدأ يعمل وبشكل كثيف لصالح تركيا. فظن البعض بأن تركيا خلص المنطقة الآمنة وجدت وهي بأمرة تركية ولا جدال، ومشروعكم فشل وكل شهداءنا ذهبوا هباء وسدى. الأمر ليس كذلك، السياسة التركية بنيت على الكذب. إن لم تجد في وجهها من يقول لها لا، ولم تجد في وجهها القوة اللازمة، ستفعل تركيا ستفعل كل ما هو خبيث وسيء يسيء إلى الجميع. هذا تاريخ تركيا، هذا تاريخ العثمانيين منذ نشأتهم إلى يومنا هذا، هم يفعلون كما يريدون، لا يهمهم حقوق الإنسان ولا حقوق الشعوب ولا يهمهم أي شيء غير أن يبقوا هم السادة ونحن العبيد. لكن بل بالجزم القاطع، ولا ذلك الزمن الذي يكون التركي سيدا ونحن العبيد. كل ما نطالبه، وهنا تحية لفلسفة القائد عبد الله أوجلال، رغم كل الحقد التركي يطالبنا أن نكون أخوة، وهذا ما سيكون، غير ذلك لن يكون للتركي وجود. أستاذ بشار، يعني حقيقة يبدو هناك في الليلة في الحلقة تخاطر بيننا، موضوع الدول العربية والإمارات كما وجه لها التحية الأستاذ كدار بيري، على وقع كل هذه المؤشرات نجد هناك انفتاح عربي وبرتم سريع للانفتاح حول سوريا والقضية السورية. هناك كان في اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والإمارات والبحرين والكويت، وكأنها ترصد نوايا تركيا بسداسية عربية لمواجهة
هذه النوايا أستاذ كدار؟ لماذا هذا التحرك في هذا الوقت؟ هل نشهد محورا عربيا حقيقيا هذه المرة ضد تركيا وأطماعها ونواياها فيما يتعلق بالشمال السوري؟ السؤال لي أو الأستاذ بشار؟ الأستاذ بشار. أشكرك يا عزيزي. هو التخاطر حتى في سجع في الأسماء. هو التخاطر هي لغة المنطق يا عزيزي. يعني لا أدعي ولا أبشر لصالح الضيف الكريم في أن ما ذهبنا إليه هو الحق وحده. بطبيعة الحال هذه وجهة نظر، نتوافق أحيانا نختلف، ولكن أنا أقولها صراحة، أنا أتفق تماما مع الضيف الكريم، لأن المنطق يقول أن التاريخ والأحداث تثبت هذا الكلام. الموقف العربي، أشرتم إلى اللقاء السداسية العربية، وأيضا وأذكر لمسألتين. الأولى أن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في زيارة إلى تركيا، وأعتقد لا أملك معلومة، ولكن من المؤكد أن المسألة السورية والهم السوري لا يغيب أبدا عن ذهن جلالة الملك العاهل الأردني. أيضا الأكراد والمسألة الكردية مسألة جدا مهمة بالنسبة للعاهل الأردني، وقضية تعنيه وتعني أبيه من قبله الملك الحسين الراحل العظيم الحسين بن طلال. أيضا أريد أن أذكر أن اليوم نعيش ذكرى الرابعة لاستشهاد معاذ الكساسبة، هذا الشهيد الذي قضى حرقا بجريمة شعرت لها الأبدان من جرائم داعش على الأرض السورية. لماذا أشير إلى هذه النقاط؟ أذكر قبل أن نكون كحكومات لن ننسى ولن نتسامح إطلاقا لا مع الإرهاب ولا من دعم الإرهاب تحت أي ذريعة كانت. والرد أشرتم إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، وكان هناك فارسة من فارسات سلاح الجو الإماراتي التي شاركت بقصف داعش ثأرا للشهيد الأردني. إذن المعركة معركتنا أصلا جميعا، معركتنا نحن كشعوب المنطقة، وتحديدا أكثر معركة المسلمين. معركة الإرهاب هي معركة المسلمين في المقام الأول، ولا يمكن السكوت عن دور بعض دول الجوار في الإقليم. وأشير بصراحة إلى تركيا وإيران في المس بالأمن القومي العربي على أكثر من صعيد وتحت مسميات مختلفة. الدور التركي في شمال سوريا معروف للجميع، ليس سرا، بوابة العبور لإرهابي العالم كلها كانت من خلال تركيا. هناك نعم دول في المنطقة وفي العالم شاركت في جريمة تمويل الإرهاب في سوريا، وأرفض القول أنها ثورة. لا يوجد ثورة في الدنيا تقصف بصواريخ وفي دبابات، لا يمكن. الثورة معروف شو عناصرها، ولكن أن تقوم أي ثورة في العالم بتفجير مطعم أو مسجد أو كنيسة أو حسينية. إذا نحن نعلم من هو العدو الحقيقي لشعوب هذه المنطقة، وبالتالي أرى أن الأحداث ستمهد قريبا إن شاء الله. وأنا أكرر دائما هذا المصطلح أخي الكريم، نعم، لك في برنامجك هذا الناجح الثري، بإني أراهن أن أردوغان سيتم ترويضه بكل الاحترام. إن لم يكن أردوغان سينصاع انصياعا تاما، سيتم ترويضه شيئا فشيئا حتى يقول إن الله حق، ويعترف أن الإرهاب قائم، وعليه أن ينسحب ويغسل يديه مما فعل خلال السنوات الثماني الماضية. يبدو أنه جنون السلطنة أستاذ بشار ما يقوده إلى هذه الحالة. أبقوا معي ضيفاي الكرام فضلا لا أمرا، لندخل إلى الملف الثالث في حلقتنا الليلة.